أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ببركة مولانا الشيخ. كالعادة في مدينة العروي بزاوية النور في رحاب مولانا الشيخ سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره الشريف، نستقبل اليوم ضيفا يعني من المتجردين في الزاوية منذ أكثر من 7 أشهر. نعم، وهو من أصيل شاب مغربي كالعديد من الشباب، مر بالعديد من المحطات التي يمر بها الشباب المغربي نعم في حياتهم، واليوم خاصة في مجتمعنا الحالي وقد أخذ وتحصل على شهادة في التصريف الصحي، وهو من مدينة بن جرير. سيدي أمين سليماني، كانت الطريقة له يعني نبراسا في الخروج من ظلمات الوهم وظلمات النفس وظلمات الشهوات إلى نور التوحيد ونور الإيمان ونور الإصلاح. مرحبا بك سيدي أمين. مرحبا سيدي، اليوم معنا نتشرف بحضورك سيدي. كل إنسان ربي عز وجل يخلقه في مجتمع وفي عائلة وفي 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 مجال يعني يتربى فيه وترعرع فيه، ويكون له في أغلب الأحيان تأثير على حياته المادية والروحية والروحانية. يعني نريد أن نعرف كما عرفنا من في الحلقات الفائتة يعني مع كل ضيف كيف كانت طفولته. نحب نعرف كيف كانت أنت يعني طفولتك، عائلتك، محيطك، أين تربيت يعني. بسم الله. بسم الله، يعني مرحبا أخي محمد، وأبدأ كلامي بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ببركة وبمدد وسيدنا سيدي محمد فوزي الكركري. فسيدي محمد يعني الطفولة ديالي كانت بحال كباقي جميع الأقران، يعني طفولة عادية. يعني نشأت في واحد، كانت يعني الولادة ديالي بمدينة الجديدة، يعني ترعرعت فيها لمدة 5 سنوات، ثم انتقلنا من محل السكنة في مدينة الجديدة إلى مدينة ابن جرير بحكم العمل ديال الأب ديالي. ثم في مدينة ابن جرير بدأت النشأة ديالي يعني كباقي الأقران، يعني دراسة عادية. يعني نشأت في أسرة متوسطة، يعني كان الوالدين يعني كل متوفر، يعني كانوا موفرين كل شيء، يعني ما لم يكن ينقصنا شيء. فيعني نشأت طفولة عادية، يعني ابتدأت الدراسة ديالي. كيف كانت مثلا علاقتك مع الدين قبل أن تصل إلى محطة طريق الكركري؟ علاقتي بالدين يعني لم تكن تلك العلاقة الطويلة، يعني كنت كباقي كأغلب الشباب يعني ديال الجيل، يعني كنت في تذبذب، يعني أصلي يعني شهر يعني كما نقول يعني أصلي في المناسبات كرمضان، يعني علاقة سطحية كأكثر علاقة سطحية الشباب. يعني ولم يكن عندي يعني تلك كانت كلمتها نقولوا. نعم كلمتها. مثلا يعني أنا جديد عهد بالتوبة، يعني ربما علاقتي بـ 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 بالدين يعني قول أنا لم أعرف يعني الشرائع، يعني ولم أتفقه في الدين إلا يعني عام أو عام ونصف قبل أن آتي إلى الطريقة. فكانت تلك هي نقطة يعني نقطة التي غيرت الحياة ديالي. يعني الكثير من الشباب المغربي والشباب في المغاربي بصفة عامة يعني الآن هكذا في علاقة تذبذبية بين الدين وبين الدنيا وبين يعني ما أدخل من مناهج غريبة عن الدين وغريبة عن الإسلام، يعني وبين الإسلام. سبحان الله، كل المغاربة يعتقدون في أن الله واحد، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبعوث ورحمة العالمين، ولكن يعني دائما في تذبذب. وسبحان الله أكثر مريدي الطريق يدخلون من باب التوبة،
يعني أنت ما هو السبب الذي يعني انا كما قلت لك يعني كنت عايش في متاهه يعني في ظلمه حالكه يعني، وكما قلت فنحن نعرف ذلك الدين الذي عرفونا به بالعرف يعني بالفطره يعني ان الله واحد وان محمد رسول الله، تلك يعني المعلومات السطحيه اللي التي اخذناها يعني من الدراسه. ف هو لم احس باني لم انا الذي ماشي انا اللي تعرفت على الدين، كان الله عز وجل هو من عرفني بالدين. يعني كنت اعيش يعني في متاهات يعني، وكنت كباقي يعني الشباب ديال الجيل يعني اريد يعني اللهو واللعب يعني والسفر هنا وهناك يعني تلك اتباع الملذات والشهوات الى يعني وصلت مرحله يعني ضاقت بي نفسي يعني وأحس بشيء يعني روحي يعني شيء ضاقت ساعة نداء إلى الله، نعم نداء يعني في داخلي يعني أريد أن يعني كما نقول بالدارجة المغربية يعني عييت يعني مليت من هذيك تلك العيشة يعني أردت أن يعني أغير حياتي يعني هذا يعني أنني في يعني في تلك النشأة أو أيام الشباب يعني لم أكن أعرف الله يعني لم رغم أني يعني ما كنتش كنصلي يعني كأكثر الشباب كانت عندي ذاك الحوار الداخلي يعني بيني وبين الله عز وجل يعني كنت أناجي الله عز وجل في داخلي عندما يقع لي مشكل، رغم أني لم أكن أصلي فكنت يعني أشكي لله عز وجل يعني يا ربي توب علي مثلا يا ربي يعني فكنت يعني كانت هكذا كانت كأكثر الشباب المغاربة، وهذه دعوة دائما يعني هذه كلها عبارة ودعوة لكل إخواننا وأقراننا من الشباب المغاربي المغربي التونسي المغرب العربي كله، وحتى يعني من كافة المسلمين الذين يتصلون بنا والذين يتابعوننا نحييهم كالعادة. يعني أتيت من عائلة يعني مغربية، الأم والأب يشتغلون من أجل الأبناء ويوفرون لهم ما يستطيعون أن يوفروا لهم من مستلزمات الحياة، حائز على شهادة، ولكن رغم ذلك يعني رغم هذا هذه نقول نحن البسط المادي يعني، ولكن دائما السبل تأخذ من لم تكن له نور في قلبه تأخذه السبل يعني في متاهات لا يرضاها الله ولا رسوله، والحمد لله هناك نداء من القلب يأتي من الله فهو فضل من عند الله، فالرجوع بالتوبة يعني تبت يعني بدأ نداء التوبة يضرب في القلب، فبدأت تبحث عن أمين عن سيدي نعم أمين سيدي نعم سيدي يعني محمد. فهي نقطة البداية ربما يعني إن لم تخني الذاكرة فهي بدأت من المقهى يعني نعم. كنت أجلس يعني في المقهى في يوم من الأيام يعني فكنا نشاهد يعني مباريات كرة القدم كباقي شباب، فإذا بي يعني عندما يعني أسمع النداء الآذان فأرى الناس يعني تقوم تلبي النداء نعم. فبدأ ذاك شيء داخلي ذاك حوار يعني لماذا علاش لماذا هو يعني يلبي النداء وانا لا يعني، فبدات يعني ياخذني الحنين الى بدا سيدنا امين يكتشف في نفسه نعم الى ايام قد خالت يعني كانت لي فيها يعني علاقه مع الله عز وجل يعني، فكنت قد مررت بتجربه يعني كنت قد التزمت يعني في 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 سنه 2007 او 2008 يعني في عام، وكانت كان ذاك العام يعني من افضل ايام الحياة ديالي يعني، فرغم اني كنت لا اتجاوز يعني 16 سنه او 17 في تلك الفتره، فبقيت تلك الفتره يعني ياخذني الى حنين، كانت وجدت فيها راحه روحيه وراحه نفسيه يعني حتى في الوسط الذي كنت اعيش فيه يعني الراحه الروحيه. نعم سيدي الراحه الروحيه الطريقه الكركريه هي الطريقه الروحانيه، نعم نقول الطريقه النورانيه لا نقول الطريقه الروحانيه، هي النور وشمل الروح وشمل الماده وكل شيء، يعني اخذك ذلك الحنين في الاخر انت الان كركري ما شاء الله. يعني كيف تعرفت على الطريقه الكركريه وكيف تعرفت على مولانا الشيخ؟ ف
كيف تعرفت على سيدي مولانا الشيخ؟ هو بدأ الأمر يعني في ليلة من الليالي، كليلة اليوم كانت ليلة الجمعة، وسبحان الله ألهمني الله في تلك الليلة. أنا كنت في مدينة الجديدة يعني، وألهمني الله بأن كنت أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، وكانت أول ليلة يعني أصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاك العدد وبذاك القدر. كأن الله عز وجل أطلق لساني لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمت يعني. كانت هذه هي النقطة التي يعني غيرت حياتي يعني جذريا. فنمت وكنت متوضئا ونمت يعني، فإذا بي يعني في 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 في, في المنام أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. وكان قد دار حوار يعني قصير بيني وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا داعي يعني لذكر الحوار. وفي الأخير في آخر الرؤية كنت رأيت يعني صورة يعني رجل بشوش الوجه وذو لحية، وكان يضع عمامة خضراء يلبس لباسا يعني. فكنت أتساءل في تلك الفترة من كان أي سنة من هذا الرجل يعني؟ كان في سنة 2018. لا يعني عام قبل ما تجي للطريق. نعم، سنة ونص يعني، عامين مر الآن قرابة سنتين. يعني في الرؤية دلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيده، على مولانا الشيخ. فكان مولانا الشيخ هو ذاك الرجل صاحب العمامة الخضراء. نعم. الذي أراني رأيته في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني. ولكنني لم أكن، بحكم أنني يعني كنت في بداية المشوار، لم أكن أعرف سيدنا الشيخ قدس الله سره الشريف. فمن بعد تلك الرؤية سبحان الله تغيرت حياتي جذريا يعني. من بعد رؤية رسول صلى الله عليه وسلم يعني، ليست يعني عندما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أنك بركة ملاقاة المصطفى. نعم، ليس كأنك رأيت شخصا عادي أو نعم. فتحس عندما قمت في الصباح يعني، أحس أن جسدي ليس بجسدي، وقلبي ليس بقلبي، كل شيء تغير. نعم، عقلي يعني ليس بعقلي. سبحان الله، فقت دامع العينين، أبكي بشكل غريب. نعم. يعني سبحان الله العظيم، تغيرت أشياء عديدة. كأني يعني أصبحت أجد راحة في ذكر الله عز وجل، وطلاقة اللسان في ذكر الله عز وجل، وأصبح أحب شيء إلي هو ذكر الله عز وجل. وأصبحت يعني حتى في قراءة القرآن أصبحت تريد علي مفاهيم يعني أشياء أخرى. يعني أصبحت منجذبا للكتاب والسنة. والسنة. نعم. 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 هذا ما فبدأت أبحث، ثم توالت إشارات. كنت قد جاءت رؤى أخرى للمصطفى صلى الله عليه وسلم، كان قد أكرمنا بها الله عز وجل. ثم بدأت أبحث يعني أبحث، فكأن الله عز وجل بدأ يسوق لي يعني، يسوقني للطريق. لست أنا للأمانة، فلست أنا أعوذ بالله من قوله أنا الذي بحثت عن طريق الله. نعم، هو كلنا نأتي يعني بمحض إرادة المولى عز وجل. فهو الله عز وجل هو الذي يشتهي بك في الأزل، ساقني إلى طريقه. يعني ومن ساقني إلى طريقه يعني. فبعد رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم توالت الإشارات، أصبحت يعني. ونذكر يعني سبحان الله يعني، من يقول المصطفى أنه من رآه في المنام فسوف يراه في اليقظة، ولا يتمثل به الشيطان. يعني وهذه إشارة أخرى تدل كالعادة على أن هذا الطريق وطريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمصطفى لا يظهر، لا يأخذ صورة، لا تأخذ صورته شيطان، لا شيطان إنس ولا جن. حتى وهناك نقطة يعني يجب الإشارة إليها يعني، فكرتيني كما نقول بالدرجة، فكرتيني فيها يعني. وأنا سامحني، وشفت ورأيته، لنذكر شاهدت سيدنا رسول الله، شاهدته نور في الرؤية يعني. نعم، شاهدته نور، كان نور يتلأ. لا، وحتى شاهدته نور، لمن يعني رأى المصطفى فسيعرف هذا، لأنك حتى رأسك لا تستطيع أن ترى في المصطفى صلى الله عليه وسلم وجها لوجه.
نعم فأنا كنت مطأطئ رأسي وأرى في رجليه الشريفتين سبحان الله وهو نور على نور، كان أنا يعني بلباس أخضر نعم يعني مذهب، وكان يلبس قميصا أبيض، وكان يعني يناديني يا ابني يعني ابني هكذا، وأنا لم أكن أعرف يعني حتى جئت الطريقة فحكيتني مولانا الشيخ قدس الله سره الشريف هذا، فهو فقال لي سيدنا الشيخ المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أنا جد كل تقي، فأنا لا أزكي نفسي بأن أقول أني تقي، فأنا بعيد عن التقى يعني كل البعد حاليا، ولكن فهذا التفسير الذي أعطاني سيدنا الشيخ قدس الله سره. ومن بعد النقطة التي كنت سوف أشير إليها، فأنت قلت أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فهذا ما وقع يعني ما وقع، فبعد الرؤية فلحكم أنني يعني لم أكن أصلي فرؤيتي حكيتها يعني بعض الأصدقاء، فلم أعلم يعني حين أنت لم تكن في لا كنت أصلي لكن بحكم يعني نقول لم تكن عندك فقه بالأساسيات في الدين، في الأساسيات في الدين، وبحكم أن الوسط الذي كنت أعيش يعني فيه والناس بعيد قليلا عن الدين يعرفوا أن بعيد عن الدين، فمن تقول أني رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو كأنه يعني ترى في عينيه الاستغراب أو شيئا من الاستهزاء أو هذا يعني، فحتى قال لي يعني بعض الأصدقاء قال يا بعدك أنت لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما تلبس عليك الشيطان، فهذا ما ترك حزازة في قلبي حتى يعني كنت في الصلاة يعني أبكي وأدعو الله عز وجل وأقول يا ربي يعني أتساءل ما هذا يعني المصطفى، وأنا يعني انسقت معه في ذلك المساق يعني، فكنت أدعو الله أقول يا ربي يعني هل فعلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ما كنت قبل رؤيتي رسول الله فكنت أدعو الله عز وجل دائما في السجود بأن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقق الله ولكن لترى يعني كرم الله عز وجل، فرجعت لله ساجدا مرة أخرى وكنت أدعو الله عز وجل، كنت أقول لله عز وجل يا ربي إن كان فعلا ذلك المصطفى فأرينيه مرة ثانية، دليل على الصدق بعض الصدق يعني في القلب الذي يخرجه المرء لكي يعني سبحان الله والله يكرم كل من أتاه صادقا هو سبحانه عز وجل. يعني هكذا يعني بدأت المسيرة إلى الطريقة الكركارية، وأول إشارة أتت بمشاهدتي في الرؤية بمشاهدتي الوجه الشريف لمولانا الشيخ قدس الله سره، وهو من أحفاد المصطفى صلى الله عليه وسلم من دار حسني يعني دار علوي حسني محمدي يعني بوكيلي كركري عريق جدا في هذا يعني، ثم أتيت إلى الطريق، ثم يعني كيف قررت أن تأتي إلى الزاوية وأن يعني من من يعني من بعد هذا الرؤية اللي تكلمنا عليها، فكأن الله عز وجل يعني بدأت أعيش في عالم من الإشارة يعني، أصبحت حياتي كلها إشارة يعني كل شيء أراه فهو أرى أنه يدلني على طريق الله أو يدلني على شيء ما، هذا كل شيء يعني أشعل التلفاز أرى الإشارة يعني الهاتف إشارة يعني حتى تلك العلامات الإشهارية في المحلات كانت سبحان الله تعطيني إشارة، وكذلك بعض الآيات القرآنية يعني كانت تتكرر علي في حياتي اليومية يعني كأنني أذهب عند البقال فأدخل فأجد آية من الآيات، ثم أدخل البيت أجد نفس الآية تتكرر يعني، فتعلم أن بلغة ما يعني يناديك بها الله عز وجل، يناديك الله يناديك يعني أن الله عز وجل يناديك، يعني فبدأت يعني أنجذب شيئا ما إلى التصوف يعني كنت أصبحت أركز يعني على قلبي وعلى أمراض القلوب يعني وهذه الأشياء، فأول ما كنت قد قرأت يعني كنت رأيت مشايخ كثير أهل التصوف في يعني في القنوات اليوتيوب
ثم يعني أول ما كنت قرأت بعض الصفحات من كتابي من مجلد إحياء علوم الدين سيدي أحمد الحمد سيدي الغزالي أبو حميد الغزالي حجة الإسلام. فسبحان الله كنت انجذبت لذلك الكتاب وسط المجلد الذي يتحدث عن أمراض القلوب الذي تركت تلك الكتب أخرى فقرأت منه بعض الصفحات قليلة كانت قد دلتني ثم تقلت يعني لبعض كتب ديال السيد أحمد زروق زروق شيخ من شيوخ السلسلة نعم شيخ من شيوخ حتى جئت للطريقة فعرفت بأنه شيخ من شيوخ السلسلة نعم ولعدم لحداثتك لحداثتي ولعدم يعني توسعك في معلوماتي الضيقة فكنت وجدت كتابا لسيد أحمد الزروق وفيه ورد من أوراد اسمه يعني سفينة على ما تخني الذاكرة سفينة النجاة لمن إلى الله التجا يعني لمن إلى الله التجا نعم وكانت فيه يعني في 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 بعض النصائح للسالك لمن يريد أن يسلك طريق ربه وكان سيد أحمد الزروق يعني يعطي بعض النقاط وبعض الإشارات وكانت في آخر هذا الكتاب كان وظيفة اسمها الوظيفة الزروقية نعم وظيفة الزروقية نعم وظيفة الزروقية يعني فكنت وكورد عندما جئت هنا فالورد يعني يعني اتخذت لنفسك ورد وردا ولكن وردا لشيخ ميت لقلة معلوماتي هو عندما جئت طرف هو لا يجوز وليس فيه نفع نعم ولكن اللي عطاشي في ذاك الوقت كنت أتخذه كورد أنت كنت تبحث عن نفسك نعم كنت أبحث عن نفسي يعني من بعد يعني أصبحت يعني كأنني انجذبت لسيدي نعم يعني انجذبت إلى التصوف إلى التصوف إلى عالم التصوف نعم. منهم سيدي أبو حامد الغزالي وسيدي أحمد زروق وكيف يعني هذه الرابط بين هكذا بين هذا وبين الطريقة الكركرية الكثير يقرؤون عن التصوف نعم. الكثير مش من كثير من دكاترة في التصوف يعني ولكن سبحان الله لا يأتي إلى هنا إلا من أراد الله به يعني نورا وخيرا نورا نعم. وخيرا أنت كيف مررت من قراءة من الكتب إلى الحالة يعني إلى معرفة مولانا الشيخ الحي نعم. المربي الذائق الذي يوصلك بقدرة ربي إلى ربي نعم فكما قلت لك فهو كان الله عز وجل هو من يسوقني هنا نعم. كأنني أنا لم أكن أنا الذي أختار يعني نعم. لم تكن لي الخيار كأن الله عز وجل كأنه يعني سلك لي نهجا يجب أن أنهجه فكنت أجد نفسي أتبعه يعني رغما عني فكنت في ليلة من الليالي في هذه الليلة تعرفت على النور لأن ما جاء بي إلى الطريقة هو نور الله عز وجل هذا هو النور وهو الشيء اللي يعني هو من أجله يعني أدور الكون حول النور وهو ما يجد هنا ولن تجده في 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 مكان أنا متأكد لن تجده في مكان في هذا الكون لأنه يعني شيء موروث يعني وشيخ الزمان والدال على الواحد واحد والدال على الواحد نعم. واحد وورث هذا النور هو سيدنا الشيخ نعم فكنت في ليلة من الليالي يعني كنت أذكر يعني يا الله هكذا يا الله يا الله لم أكن يعني أعلم بأن يعني حتى الذكر باسم الله المفرد فلا يجبك يلزمك إذن حتى نعم. تذكر باسم الله المفرد وأنا في بدايتي كنت أذكر يعني بشكل عشوائي ما أجده يعني أذكره أنا في بالي أني أذكر الله فأني أذكر في طور البحث وكنت أقول يا الله يا الله يا الله وكان الله عز وجل استجاب لي نداء فأحس كأني يعني أحسست بنور قذف في قلبي حتى يعني رجلك ارتعد كياني كله يعني شيء غريب يعني نعم سبحان الله ورأي يعني نور ساطع يعني لا يوصف يعني ليس كالنور الذي نرى على مد الأفق النور الذي نرى
كانو الذي تعرف طريق الكركري. نعم، ليس هذه الأنوار، أنوار الإضاءات، فهو نور الله عز وجل، نور، نعم، نور الـ الـ نور الصفة الـ 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 المنزه عن التشبيه وعن التكييف وعن نعم كل نعم نور، نور الولاية. نعم، فسبحان الله، من بعد هذه القذفة، وكنت لا أعرف، ولكن عندما جئت ففقهت. نعم، هذاك دائما يقول يعني أولياء الله، يعني الولي قبل أن يأتي إليه مريدي الشيخ المربي دائما تكون للمريدين إشارة قبل حتى أن يعرفوا من هو أبوهم الروحي، فكانت تلك إشارة من الإشارات التي بعثها مولانا الشيخ. عندما جئت هنا عرفت بأن مولانا الشيخ هو الذي كان هو النور الذي يبعث، هو مدده، هو ذاك مدده. حتى الورد الذي قلت لك، يعني كنت يعني أواظب عليه لسيدي أحمد الزرو، فكنت أستفيد من أنواره، يعني كنت هو الورد الشيخ الميت، فليس فيه مدد، وكنت أستفيد من أنوار ذاك الورد، سبحان الله. فعندما جئت هنا علمت بأن الشيخ الذي كان يقوده كان يمدنا ببركته، يعني جزاه الله عنا كل خير. فمن بعد تلك القذفة يعني جسمي تغير، يعني أذهب إلى المسجد، فأصبحت يعني كالريشة، خفيف لدرجة، وأصبحت عندي حلاوة في قراءة القرآن، في هذا. وعندما في تلك الليلة، عندما أصبح الصباح، يعني خرجت يعني في 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 خرجت يعني للشارع، فأرى كل شيء نور، سبحان الله، أرى الأنوار، فأتعجب، رغم أنني لم أكن أعظم ذاك النور ولا أعرف قيمته، لأنه جاء بطريقة سهلة، يعني هبة من عند الله. فكنت أرى تلك الأنوار فأتعجب، يعني كيف يعني حتى بي 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 يعني بي 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 يعني ذاك الحماس. فرجعت للبيت وحكيت لوالدي الأمر، شو بأنني أرى أنوار وأنا أني بوهرت. فوالدي كذلك تعجب، فيقول ربما يعني ما ألم ما دار في 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 خاطره، فأقول جنة يعني من بعد أنه يعني بين ليلة وضحاها تأتي فتقول أني أرى أنوار. أي إنسان من يعني ليس يمكن أن يتقبل هذا، هو المشكل الكبير، كثير من الناس لا يعتقدون بأن النور يعني حق، رغم تواتر الشهادات، أكثر من 700 شهادة. رغم أن حكيت، فهو الأبدية يعني تقبل الفكرة وعرف أن هناك شيء، ما يعني يعني لم يكن من الذين قالوا لا، بالعكس، هو من شجعني يعني على سلك يعني هذه الطريق. يعني أي أب يعني سبحان الله، كما نقولوا بالدارجة، كيبغي لولده الخير. يعني عند من يشوفك مثلا يعني بدلتي يعني الحياه ديالك من أسوأ الحسن للأحسن، ما يمكن رأى فيك الحال، نعم، يمكن يزيدك الخير. فهنا يعني من تلك الإشارة النورانية رجعت بك الى الطريق الكركري. من بعد يعني بدا يتلاشى ذاك النور، لم يبقى بالحد كما كنت اخرج للشارع اراضي تلك الانوار، يعني فبدا ينقص، وبدا يعني حتى في قلبي كأنه يتسرب من قلبي. نعم، يعني عندما أتيت هنا كان يجب علي يعني أن أتبع طريق المجاهدة، وأنا كنت في تلك الفترة يعني لازلت أميل لبعض الشهوات، بعد خفيفة، هي خفيفة، ولكن في عالم التصوف هي غير مقبولة. يعني بعد هو الشيخ الحي هو ملزم لكل من أراد أن يسلك طريق المولى، وحتى المشايخ، سبحان الله، كانوا مشايخ، كانوا شيوخ، كانوا لهم شيوخ. فمن يأتي ويقول لك لا حاجة لي بشيخ حي، أخذ من الشيخ الذي يعني رجع إلى الرفيق الأعلى، فتقول هو الشيخ الذي رجع إلى الرفيق الأعلى اتخذ لنفسه شيخ. يعني هكذا الأنوار ربطتك بطريقة كيف لعل أكثر ما جذبني للطريق لأهل الله، لطريق أهل الله وأولياء الله، هو يعني كلامهم، يعني فكأنني كان لي ذوق في كلامهم، فإن كنت أخذ الكتب وفي بعض الأحيان يعني ألهمني الله، فكنت أذهب لمقدمة الكتاب لولي من الأولياء وعارف من العارفين،
فكنت أرى المقدمة فأجده يعني تلك المقدمة فيها كلام يعني فيها مناجات بين ترى بأن ذاك الكلام صاحب ذاك الكلام يعني عنده علاقة غير عادية بالله عز وجل. نعم. رغم أنني كنت أقرأ كتب يعني كتب فقهية عادية فأرى أنه كلام عادي يعني بقى أنا هؤلاء غائصون في بحر الله والآخرون ما زالوا على شاطئ أرى أن هؤلاء عندهم حاجة مميزة. فكما قلت لك عندما تلاشى ذاك النور فأصبحت يعني أحس بعطش لتلك الأنوار وبدأت أبحث فتوالت يعني بعض الرؤى لمولانا الشيخ. اذكر أن منها يعني أني منها على ما لأن لماذا؟ نعم لأن صحبة الشيخ للمريد هي صحبة جسدية وروحية. يعني لكن الصحبة الروحية يعني تتواتر الرؤى هذا كل هو الشيخ يبدأ في تربيتك حتى قبل أن تأتي إليه. يعني لذلك يعني ما هي الرؤى التي رأيتها؟ نعم هو يعني كنت في فترة من الفترات بدأت أبحث حتى أني ذهبت عند صديق وكان أخوه يعني ذو درجة علمية. نعم. في علوم الفقه والتشريع والدين درجة عالية فقلت يمكن أن تسأل أخيك فأن يدلني على شيخ عارف بالله أريد يعني إن كان يعرفه في المغرب. نعم. شيخا عارفا بالله أنت هناك اكتشفت أن هناك ما الشيخ عارف لا هنا اكتسبت بعض المعارف يعني بدأت أبحث في الانترنت. نعم. من هم العارفين وكلامهم فهمت أن يجب أن تتخذ شيخا حي أتخذ شيخا حي فبدأت يعني عندما كلمته فقال لي يعني فالشيوخ هناك الشيوخ كوتور وأنا فقلت له أنا لا يعني فأنا الشيخ الذي أبحث عنه مثلا قلت له يعني على ما أتذكر المثل الذي كنت أعطيته بأن قلت له مثلا اسم الرحمن فإذا قلت لك ما معنى اسم الرحمن فستعبر عنه بكلمة بسيطة. وأما إن كان شيخا عارفا بالله وقلت له ما معنى اسم الرحمن فربما يكتب لي مجلدا أو كتبا على اسم من أسماء الله فهذا ما كنت أبحث عنه فلم يجيبني. من بعد كنت رأيت رؤية لمولانا الشيخ في مسجد من المساجد وكانت سجادة خضراء. نعم. وكان مولانا سيدنا الشيخ يعني يصلي ويأم بأربعة مريدين وأنا يعني جالس على ركبتي لا أصلي معهم بعيد يعني أنظر إليهم يعني وأقول بالدارجة المغربية شيء ما يقول لي في خاطري أقول مثلا ها هم الصوفية يعني أنا أبحث عنهم وأبحث هم وفي المسجد كنت رأيت سيدنا الشيخ في المسجد الذي أنا أصلي فيه يعني ما أتاك إلى المسجد ولكن السجادة كانت حمراء وأصبحت خضراء كأنه لو اسم الله الجامع الذي يمثله مولانا الشيخ قدس الله سره. أتتك الإشارة إلى المسجد في الرؤية. نعم في يعني المسجد إذا أردت أن تزيد بقلبك فازد في رحاب مولانا الشيخ. لكن ما كان يعني يثير فضولي أني يعني لم أكن أعرف ما ذاك الرجل وكنت يعني رأيت في هذه الرؤية مولانا الشيخ بصورته البشرية وكان يشع نورا فائقا يعني نورا كثير يعني كان وجهه مضيء بشكل غريب. وفي الرؤية الثانية ومن من 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 بعد فبدأت أتعرف على الطريقة الكركرية من 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 باب القناة طريقة في يوتيوب. فرأيت مولانا الشيخ فشيء بداخلي يقول لي أنني يعني تعرف هذا أعرف مولانا الشيخ يعني قبل يعني كأنني يعني أعرفه من قبل فبدأت أتعرف على الطريقة. فما أثار انتباهي شهادات المريدين يتحدثون عن النور عن الأنوار فقلت في خاطري كأني يعني هؤلاء هم قادني الله هؤلاء هم أصدقائي يعني هؤلاء هم يعني وجدت الفريق كما نقولوا بالدارجة هذو ملك نقلب عليهم. نعم. أنا لأن في الوسط اللي أعيش أصبحت أرى بأني كأنني إنسان عجيب أو غريب. نعم. أي إنسان يعني كتشكي لي وكتحكي لي على ما تمر به في الفترة كأنك أصبحت أحس كأني مخلوق فضائي يعني. نعم. كل عندما أسأل ف
فجد الباب يعني يصد، فرأيت يعني شهادات وصدت الأبواب لكي تصل إلى الطريق. فرأيت بالشهادات شهادات كثيرة، يعني الفقراء يتحدثون عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنوار، فوجدت يعني ما أبحث عنه يعني أنه فأتيت فلم أأتي يعني بقي عندي يعني تردد، لأنني لم كما قلت لك لم يكن عندي يعني يقين أنك كنت لم تكن عارف، كان عندي ذاك الدين العرفي كما نقول يعني ذيك الفطرة، كنت أظن بأن الدين هو أن تلبس قميصا وبالغتان يعني وتذهب إلى المسجد، الدين الصوري يعني الصورة. يعني ذاك الصورة فتذهب وتجي، يعني هذاك هو الدين يعني بسيط. فبقيت أستخير الله عز وجل، فهم قرابة ربما كنت أتردد قرابة 8 أشهر أو 7 أشهر وأنا أستخير الله عز وجل في 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 الطريقة وفي سيدنا مولانا الشيخ قدس الله سره الشريف. فكنت أقولها مرارا ودعاء، يعني دائما كنت أقول الله عز وجل في السجود: يا ربي إن كان عبدك هذا محمد فوزي قدس الله سره فيه خير لي ولديني فلا تحرمني منه يا ربي، وإن كان هو من سيدلني ويرشدنا عليك فاللهم يا ربي يسر لي فيه. فكان سبحان الله حتى في السجود يعني كان ينشرح صدري يعني نعم بشكل غريب في 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 في, في وسط صلاة الاستخارة، أحس بصدري حتى أحس بصدري كأنه سينشق. وأكررها يعني رغم ذلك كان ربي يعطيني إشارات، ولم يعني كأني يعني القلوب المغربية لم يعني لم أكن يعني أستخير الله يعطيني ما يوقنني ثم آتي حتى اطمأن قلبي. بقيت كل مرة أقول سوف أذهب للزاوية لكتي. فكذلك جئت في أول مرة جئت للزاوية حتى أذن المولى فأتيت للزاوية. متى أتيت إلى الزاوية؟ أتيت في 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 الشهر الثالث من بداية هذا العام. الشهر الثالث من بداية هذا العام قبل يعني قبل أن تبدأ الجارحة هذه كورونا. نعم توضأت وصليت وسبحان الله يعني وقفت أمام باب البيت، يعني حتى أني لم أعلم الأهل بأني سوف أسافر، يعني أتت الإذن فوقفت أمام الباب يعني وقلت يعني بالدارجة المغربية قلت يا ربي يعني إلى وحشوا أن يكون لله عز وجل المكان، فقلت يا ربي إلا كنت تما فديني عندك خليني دلني عندك وخليني نوصل تما، ولا ما كنتيش ربي تما حسب لله أن يكون لله عز وجل المكان فلا تيسر لي. فسبحان الله فأتاك السفر يسر فيه الله حتى وجدت نفسي في الزاوية. وجدت نفسي في الزاوية يعني بوهرت بالاستقبال، يعني كيف أن الفقراء يستقبلون بتقبيل يدك، فانبهرت بهذه الأشياء كأني يعني كأنك تعيش التصوف الذي كنت تقرأ في الكتب. من بعد لقيت عرفت بأن الصحابة كانوا يسلمون على أنفسهم بتلك الطريقة، فكأنك رجعت بي للقرون الهجرية الأولى. وهكذا يعيش المريد ويعيش معاشر الصحابة ورسول الله. ولكن جئت يعني دخلت للزاوية، أول شيء يعني أثار انتباهي هو كتب مولانا الشيخ. فكنت حملت كتابا من كتبه، كتاب الذي وبما أن كتب سيدنا الشيخ ليست متوفرة في الإنترنت بنسخ يعني PDF فلم أكن أقرأ ولم أكن أعرف أنا كان له إنتاج سوى ذاك الشيخ يعني الذي كنت أراه يعني وسط الحضرة في 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 اليوتيوب في اليوتيوب يعني هو سيدي الشيخ عنده من الإصدارات ما يبهر العقل، يعني كتاب من مولانا الشيخ تجمع فيه كل كتب أهل الله، ولكن سيدي الشيخ يعني يقولون الشيخ هو من جاد بسره، والشيخ هو الذي تظهر همته في الفقراء، فسيدي مولانا الشيخ يترك الفقراء يتكلمون عن علومهم الذين يوصلون العلوم إلى
عامة إلى كل نعم الناس سيدي، يعني. نعم سيدي محمد. فلما دخلت إلى هنا بدأت بقراءة يعني الكتب. ما أثار انتباهي هو ذاك الكتاب لمولانا الشيخ، كان يتحدث فيه، فيه الصلوات، صلوات على رسول نعم الله، كتابه هنا. وفيه حكم مولانا الشيخ. نعم هو يعني المعراج، معارج النورانية المعراج في الأذكار النورانية الكركرية، أنكار وحتى في الكركرية. الإنترنت متوفر يعني في فما إن الموقع. نعم ما إن يعني فتحت الكتاب فوجدت يعني كلام، يعني كلام ذاك الكلام الذي كنت أبحث عنه، فقلت هذا هو الشيخ، ما شاء الله. فقلت هذا هو الشيخ الذي أبحث عنه. ف يعني حين عند وجدت ظلتك بعد أن كان كل المحيط، هو كان المحيط سبحانه يدفعك إلى القدوم إلى الزاوية. نعم كل نعم، فتواردت الاستخارات واتجه قلبك في الأخير نحو مولانا الشيخ قدس الله سره، فقررت أن تأتي ولم تأتي وتبقى أن تأخذ البيعة وتذهب، بل أتيت وقررت التجرد. هو في الأول لم أكن آتي يعني لتكتشف أول. في الأول كنت أريد ذاك النور، كان يعني للأمانة، فكنت أقول في خاطري، كانت بعض الأفكار تراودني في خاطري، فلجهلي نعم. لجهلي كنت أقول أني سأذهب عند هذا الشيخ وأقول إن أقول له رد لي النور الذي قذفه الله في قلبي اليوم الأول، فإنه يعني إن حاشا ولله أن نسوء الأدب مع شيخنا ولو لفظا، ولكن لأكون صادقا هذه الأفكار التي كانت تأتيني في تلك الفترة، قلت سأقول للشيخ يعني رد لي ذاك النور الذي رأيته، فإن رددت لي النور ذلك النور فسأتبعك، فإن لم ترده لي يعني فقد الشيء لا يعطي. فأتيت إلى هنا، عندما يعني أتيت دخلت فدخلت أنك أنت هو الذي كنت فاقدا للشيء. نعم أنا كنت فاقدا للشيء، وأني جئت على من جاد علي يعني بنوره. فجدت عندما عرفت الحقيقة بأن متى أخذت، يعني كم جلست قبل أن تأخذ البيعة؟ يعني أكرم من الشيخ يعني 3 أيام فقط. ما شاء الله. فذهبت يعني قاصدا مولانا الشيخ المرة الأولى، فقلت له سيدي أنا جئت يعني أطلب البيعة، فأجابني يعني أنا ما لم بيعة أكن لله كانت تلك الكلمة اللي مشهور بها مولانا الشيخ، الله يجعلنا لله من غير إلا. فأجابني بها، فمر يوم ثم نادانا مولانا الشيخ وطلع يعني صعدنا جلسنا معه، كنا قرابة 5 أشخاص في الطابق المخصص. نعم في الطابق المخصص دخلنا يعني في تلك الغرفة التي يذكر فيها الله عز وجل، ثم يعني لقننا آية البيعة من سورة الفلاح إن الذين يبايعون، فرأيت نجم الهداية، نجم المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان النجم. ومكثت بعدها يعني في الزاوية 2 يوم، وكان هناك عرس لأخونا سيدي خبيب أخ تونسي، فعجبتني الأجواء، قلت ويعني مر زمان يعني لم أحس بتلك الفرحة وتلك الأجواء، يعني وجدت الزاوية يعني عامرة والناس متآلفة وليس ذاك الدين يعني دينه يعني دين القلوب دين سبحان الله. داب هو دين القلوب. أحسست بأن كأنني كأنك في 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 كأن في يعني محيطك كلهم على قلب واحد يعني كلهم كأنك رجعت إلى أصل. نعم فمن بعد أن من بعد البيعة فبدأت أذكر الله عندما يعني بايعت سيدي الشيخ، أصبحت أحس يعني بشيء غريب يعني في أصبحت بدأت الأنوار بدأت الأنوار يعني بدأت أستمد الأنوار يعني ففرحت بهذا، ثم رجعت للمنزل بعدها استأذنت مولانا الشيخ ثم رجعت، فما كنت في البيت 3 أيام أو 4 أيام كنت تحدثت مع الوالدة.
راودتني أفكار يعني لا بأن الدنيا فانية يعني، وليس هناك شيء يعني عنده قيمة يعني. فوجدت أن معرفة الله عز وجل فهي أعلى من كل شيء يعني، بما دام أن الله اختارنا وساقنا لطريقه يعني. فألهمك الله أن تأتي وتتجرد. فألهمني الله عز وجل فحددت الوالدة. ربما في الأول لم يعني كانت صعبة، ماشي صعبة يعني، لم تستصغ الأمر لأن يعني كل والدات الأمهات كل الأمهات هكذا. فجئت فحزمت حقيبتي يعني، ثم شدت الرحال إلى 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 الزاوية. ولعل سبحان الله بركة أنك أتيت إلى الزاوية وبنكست في الزاوية، أن حتى الوالدة التي كانت في الأول يعني تقول لك لا تذهب، هي أسمحت لم تقل الآن، لي لا تذهب كمعارضة لكن كانت يعني نعم هي عدم تخاف افتقادي هذا. نعم، ولكن الآن هي مع نور الله سبحان الله عز وجل، نعم أنعم عليها الباري في ببركة تجردك سيدي يعني. ولي الشيخ. وإذا أخي وهذا سبحان الله يقول مولانا الشعراني لن توفي حق والديك وإن فعلت معهم ما فعلت إلا إذا عرفتهم بالله عز وجل. وهذا سبحان الله يعني دليل صالح وخير يعني نرجوه فيك. ولكن يقول مولانا الشيخ أنك لن توفي حقك مع والديك وإن عرفتهم بالله يعني، فالأولى أن تعرفهم بالمولى عز وجل حتى يعني تخفف عنك يعني هذه المسؤولية. فأتيت إلى الزاوية، قررت التجرد في الزاوية، قررت التجرد. يعني كيف كانت بعد التجرد، كيف كانت العلاقة بينك وبين مولانا الشيخ يعني؟ فهو العلاقة بيني وبين سيدي مولانا الشيخ قدس الله سره الشريف فهي علاقة قلبية روحية أكثر منها يعني علاقة جسد بجسد. حتى أني يعني رغم يعني مكوتي الآن 8 أشهر في الزاوية، فلم أكلم مولانا الشيخ يعني هكذا نقول لسانيا أكثر من 10 مرات أو لكن يعني تستنبط مفاهيم عن السلوك من الإشارات التي يلقيها الشيخ في الدرس أو كيف؟ من 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 كل ما يجول في خاطري، كل ما أحتاجه فيعني أجد إجابته إما في قلبي وإما في دروس مولانا الشيخ. فيكفي أني يعني أضع الشيء في قلبي فأجلس يعني في الدرس فأسمعه يعني ما يشفي غليلي يعني أجوبتي وكل ما يجول في خاطري وكل ما يعني من 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 يعني ما, 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 ما يهمني وما يخصني في سلوكي ومن مساوئي. و يعني مثلا من اكثر الاشياء التي اثرت فيك من 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 جلوسك في الزاويه ومن تربيه سيدي الشيخ، واكثر الاشياء هو يا رحمته ورأفه مولانا الشيخ قدس الله سره يعني، وخلقه ادبه يعني طريقه تعامله معنا. ولكن اكثر الاشياء هو ما خلفه مولانا الشيخ في قلبك في باطني يعني. نعم. فربما يعني من ينظر الي يعني يراني انا هو انا يعني بهذا المفهوم، لكن يعني لست انا هذا يعني في الباطن. فبدل في مولانا الشيخ اشياء كثيره يعني سبحان الله، هو الشيخ المربي يعني رحمه للعالمين، لانه وارث مولانا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يأخذك من ظلمة نفسك ومن الأوهام ويريك كيف يجود عليك يعني، كيف المولى عز وجل يختارك ويجتبيك ويظهر لك أن الله يعني يؤتي فضله لمن يشاء. وهذا يعني ما يعيشه كل فقير أتى إلى سيدي الشيخ يعني باحثا عن الله، إلا وأراه الله عز وجل أنه هو لم يبحث عن شيء إلا وأتى بفضل جود الله، وأن الله أحبه واشتباه فكان في نظر مولاه فقيض له وليا يعني، وهو مولانا الشيخ قدس الله سره وحفظه كما حفظنا وحفظ
كل من أتاه راغبا تائبا في مولانا عز وجل. نعم يعني هكذا كل فقير يسلك في طريق الله، هناك من يسلك بالإشارة، هناك من يسلك بالقرآن، هناك من يعني أنت سيدي شيخ كأنه دخل في قلبك نعم، لا كأنه ورتب لك ال غير باطني يعني جذريا، يعني أشياء كثيرة يعني عندما جئت هنا للزاوية يعني كنت كالحجر، لا يعني لا ننكر يعني كنت كحجر يعني أعبد الله كأني يعني أقوم بحركات، فتبدلت أصبحت أجد يعني حلاوة في دعائي، في مناجاتي لله، في قيام يعني في الذكر، ذاك النور يعني الذي كان زرع شتيلته أول مرة فبدأ يكبر، بدأت تأتيني علوم يعني ومعارف، يعني أصبحت أعرف ما من هو الله عز وجل نعم وما هو التوحيد الحقيقي، فهذا هو أهم شيء الذي علمني مولانا الشيخ، نفهم هو دلك على القبلة، يعني دلك عن هو قبلتك. معنى هو ذوق معنى نعم. لا إله إلا الله، يعني كنت كان يعني أن لا إله إلا الله فليست هي أن تقول لا إله إلا الله، وإنما هو إحساس داخلي علمت كل اليوم أن هو الله معنا، وهو في يعني أقرب منا من أنفسنا، يعني هذا ما يذهب، وهذا ذوق يعني بعض الأحيان هو تعجز الكلمات عن التعبير عنه، هذا يعني إذا ما أخذ، وهذا الذي يحيي قلبك ويجعلك تخرج من وهم الآناء إلى نور الهواية، نور الله عز وجل. وهذا هو مآيش تلك الآية اللي كانت تجذبني، يعني لما يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فهذا ذقته يعني فذقته بمعنى الحق، ذوقني مولانا الشيخ نسأل الله الشر، فكنت ميتا يعني في ظلمات المعصية هذه، أصبحت يعني أحس بأني يعني إنسان ذو قيمة، يعني أن الله أكرمني، أن الله عز وجل يعني خلقني لرسالة، وأن الله عز وجل يعني وجدني لشيء. نعم يعني أنت سبحان الله، يعني هذا الذوق لا تجده في أي، لا تجده إلا في هذه الطريقة المباركة، يعني وشيء لا يحكى، لا شيء لا، نعم شيء لا يحكى، شيء لا تستطيع الألسنة أن تعبر عنه ولا أن تنقله الأقلام، هو فيض رحمة من الله عز وجل، يعني يؤتيه لعباده لمن ارتضى، في خضم هذا التجرد سيدي أمين الكثير، يعني عرفت في الزاوية بأنك الفقير الصامت الذي لا يقول حرف، قررت أن تأخذ يعني مسلك أخذه الكثير من أهل الله، من القدماء ومن أساطين الله، وهو الصوم عن الكلام، وخذت فيه أظن 4 أشهر، ربما قرابة 3 أشهر، 3 أشهر كنت صائما عن الكلام، يعني متى قررت أن تصوم عن الكلام، وكيف أتت الإشارة يعني؟ فأنا لم أنا الذي كنت لم أقرر أنا، نعم وكانت إشارة من مولانا الشيخ قدس الله سره الشريف، فكنت يعني فكنت يعني كان مولانا الشيخ قد سألني في يوم في جلسة في مجلس كذا كيف ترى نور الله، فبدأت أصف له قلت له سيدي أرى نور الله يعني كقمر، هذا كأن كقمر بدري، كما كان سيدنا إبراهيم يعني صلى الله عليه وسلم قال يعني لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. نعم. فقال فنصحني مولانا الشيخ قال لي يعني يعني صم عن الكلام، يعني أردت أن تحافظ على هذا النور يعني تملأ به قلبك،
فهذا ما فعلت، يعني رغم أني يعني لم أطع أمره يعني في ذاك الحين ما بعد أيام، فببركته يعني تشربي أكثر يعني أكثر وأكبر ما استفدته في هذه التجربة هو القرب من الله عز وجل. فأنت يعني القرب من الله والقرب حتى من الشيخ روحيا قدس الله سره، فعندما تصمت يعني فالأنوار تملأ قلبك وفقهت لماذا وتذوقت لماذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث ينصحنا يعني بأن نحفظ ألسنتنا، تقليل الكلام، تقليل الكلام أو صمت في كثير. فهذا ذوق، فهذا في حد ذاتي، فذوقت هذه المسألة. كم صمت؟ قرابة 3 أشهر. 3 أشهر. فأحس كنت أصبحت أحس بقرب غير عادي من الله عز وجل، وقرب من مولانا الشيخ، وأشياء يعني كثيرة يعني أصبحت يعني حتى أني أن فقهت أصبحت أعرف أن لجسم الإنسان لغة، بأن الإنسان رغم تحدثه بلسانه فهو يتحدث يعني حتى بجسده بتلك الحركات في الرموز. في الرموز بدأت يعني تخرج من صفة الكلام إلى صفة الرمز والإشارة. يعني عندما أكون يعني جالسا فيكون يعني فقير من الفقراء رغم أنه لم يتحدث، وهذا فيقوم ببعض الحركات كأنه يتكلم معي، فأصبحت أفقه هذا يعني سبحان الله. ونوع شيئا ما من الحكمة يعني عندما تكون جالسا صامتا ويكون يعني شخصان يتكلمان ولو لم يكن يعني الكلام فيه حكمة، يعني يكون كلام عادي أو يكون حتى ولو يعني يكون كلام عادي فأنت تستنبط منه الحكمة. بدأت تفهم أن وراء الإشارة هو المولى الذي يخاطبك. نعم، بأن مولانا الشيخ يعني حسب أن يكون قد قال لي عبثا أصمت، أو ما قال لي أصمت حتى لكي يداويك من من ظلمة من ظلمات النفس تفهم بها يعني سبحان الله. حتى عندما تصمت فالأنوار تشرق على قلبك ويصبح عندك حضور حتى بالذكر، ويصبح الذهن عندك ذهن صافي يعني سبحان، تصبح العيون تدمع والقلب يخشى والقلب يخشى والجوارح تضطرب، وحتى ذاك يعني ذاك الكلام الذي يعني كنت تتكلمه فتصبح يعني تستفيد منه في الذكر، فتصبح الذكر هو وسيلتك الوحيدة لتطلق لسانك وعندك علاقة مع قلبك. نعم، وهذه نقطة يعني فهذه نقطة من النقاط أني حتى أني بعد الشيء خلقت علاقة بقلبي. نعم، فكأني أصبحت أتحدث مع قلبي. ف ف ف ف ف فوقع إن جئنا للحقيقة فقلبي هو قلب المريد هو شيخه. نعم، قلب المريد هو شيخ. سيد الشيخ يضع لك النور في القلب، والنور هو الشيخ والشيخ هو القلب. فكأنني أصبحت أحدث هذا النور فيرشدني إلى ما كل يعني كل ما يعني ما أهمني. فلعل هذا يعني أكثر ما استفدت من التجربة، وكانت يعني تجربة يعني درس منفعة كبيرة بالنسبة لي. وبالطبع الإذن الذي أعطاه الشيخ هو الذي جعل من تلك التجربة مباركة. يعني يستطيع هناك من يستطيع أن يقول سوف أخوض هذه التجربة، يعلم أن التجربة هذه تجربة لا يسمينها بتجربة وصوما الكلام وميراث الأنبياء، يعني لا تكون في البركة إلا إذا أخذت إذن الرفع. يعني نعم، فنحن هنا على نفس الطريقة يعني تعلمت يعني ثقافة الإذن. نعم، أن كل شيء بإذن يعني فلعل إذن مولانا الشيخ بالصمت فكان فيه سريان، هو ما جعلني أصبر هذه المدة. ولو أن شخصا عادي ربما أراد أن يصمت فلن يصبر يومين أو 3 أيام. خذناها تجربة، هناك كثير من خاضها، ولكن إذا أعطاك المولى يعني بواسطة الشيخ الإذن فالسريان والبركة
محتومة. نعم. ثم يعني ما جلست يعني هنا في الزاوية وبدأت أتلقى هذه العلوم وهذه الإشارات وهذه الأنوار، حتى جاء الإذن لكي يدخلك مولانا الشيخ وتدخل إلى الخلوة الخلوة. المباركة. نعم إن شاء الله نتحدث في هذه المحطة، وأصل من أصول الطريق الخلوة لرب الأنبياء المرسلين والأولياء المصطفوين كلهم، يعني نتحدث فيها إن شاء الله في مرة قادمة ببركة مولانا الشيخ. نصل إلى نهاية هذا الحوار الشيق مع هذا الشيخ، الشيخ مع هذا سيدي أمين الفقير، يعني يعني أطرب أذننا بترجمة يعني شيقة، كيف دخل، كيف كان قبل الطريق، وكيف دخل الطريق، وماذا وجد في الطريق. إن شاء الله نواصل المرة القادمة، ونشكر كل من ساهم في هذه الحلقة المباركة. وببركة مولانا الشيخ نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين، وعلى آله أصحابه وأصحابه أجمعين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.